طبعا موقع الحكومة الإلكترونية موقع متميز ويشمل جميع الفئات، سواء كان أفراد أو حكومة أو رجال أعمال، وحتى يشمل زوار البحرين. أنا شخصيا استخدمت الموقع في حجز مواعيد للبطاقة الذكية، وأنا وعائلتي دائما نستخدم الموقع باستمرار، وحتى أختي استخدمته في البحث عن نتائج المنحة الدراسية. موقع الحكومة الإلكترونية خطوة إيجابية طبعا، وتسهل على الكل الحصول على أي شيء يبيه. يعني أنا لما أبحث على الموقع، موقع متميز جدا في كل شيء ممكن تتخيله، حتى لقيت فيه مثلا حجز مواعيد طبية أو رجال أعمال يقدرون يستخدمونه حق العمال الوافدين، الأفراد يقدرون يستخدمونه في رفع الفواتير، في حجز حتى حق الشقق الإسكانية، حتى مواعيد البطاقات الطلبة يستخدمون المجال الدراسي. على مستوى الحكومة أيضا توفر خدمات مثل حتى البريد، وعلى مستوى زوار البحرين أيضا توفر حتى تأشيرات للخارج. طبعا الفرق واضح، أنه قبل كان مثلا الشخص لازم يروح يحجز مواعيد، يمكن حتى يظل على الويتنج ليست، ممكن يروح ما يلقى مكان أو ما يلقى موعد يرجع بعد أيام. لكن من خلال الموقع الحكومة الإلكترونية أنت ممكن تأخذ الموعد اللي أنت راح تروح له، يعني يحدده هو لك وأنت تروح على طول.